ويكون المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فيا ساكني هذه الديار وأهلها، إن الديار جميلة بذويها، قد يعشق الإنسان أجمل بقعة ويزورها لأجل شخص فيها، وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأمان نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر، وتظل تسعى في الحياة بهمة، والله يعطي من يشاء إذا شكر، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أيها الإخوة الحضور، الموقرين والمبجلين والمحترمين، من الهامات والقامات والشخصيات مع حفظ الألقاب والمسميات فردا فردا، بالأصالة عن نفسي وعن أهلي وعن عائلتي، وبالإنابة عن أبناء المرحوم يوسف محمد سليمان الديك وعائلة سليمان وعائلة الديك، جئنا اليوم لإشهار عقد قران ابننا ثائر على كريمتكم هالة، ولا يسعنا إلا أن نقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك يا عريس، مبارك. الله يصور لنا الله. حزب الرفاعي. حزب يصور لنا بقول لي. يا رب. خلاص.